الرحمن الرحيم نبدأ اليوم حصة التربية الإسلامية، واليوم يا زينب سوف نتناول مجال السيرة ونتناول قصة الرسول صلى الله قصة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. متى ولد الرسول يا زينب؟ في مكة. في مكة. مد عامل فيه شطورة عامل ايه فيه الرسول؟ شو اسمه يا زينب؟ محمد. ابن مين؟ ابن عبد. عبد الله. ايه ابن عبد مطلب. ابن عبد المطلب. ها ابن هاشم. ابن حاسم. ابن عبد مناف. ابن عبد مناف. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء زينب في تحديد يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتقد أنه ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع، 12 ربيع الأول من عام الفيل. عام شنو يا زينب؟ إبراها؟ إبراها الحبشي. هل هو هذا من الكعبة زينب؟ لا. ها شنو صار؟ هو جاب معه شنو؟ فيل. فيل شنو؟ كعبية. حلو، شنو صار هذا الفيل؟ شنو سوى؟ هو هدم الكعبة؟ لا. ها الله أمر الفيل إن هو يدخل على الكعبة ويهدمها؟ لا. ها شنو صار؟ الله أرسل عليهم شنو؟ طير أبابيل حجر. إيه طير أبابيل كانت ماسكة شنو؟ حجر. حجر، شنو سوت بالحجر هذا؟ طق. اتقطع على منو؟ الكاف؟ الكافر. الكافر اللي يبي يهدم الكعبة. ها شنو سوت في الحجارة هذه؟ شنو سوت فيهم؟ ماتوا بسبب الحجارة. أوكي طيب زينب، هل حد من مكة، في أي حد من مكة هو اللي تصدى للجيش هذا؟ لا، ما حد يقدر يتصدى لي. ليش؟ عشان هو جيش كبير خالص، وكان معهم فيلة عظيمة، كان يبون يهدمون الكعبة. شنو صار يا عمري؟ الله قد أرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجين. ايه هل هم قدروا ان هم يهدموا الكعبة زينب؟ لا. شنو صار يا قلبي؟ ها الله ارسل عليهم طيرا ابابيل. ايه ميهم من حجارة من سجين. ايه ترميهم بحجارة من سجين، وهم الله سبحانه وتعالى قدر عليهم وقطهم كلهم، قطع عليهم هذه الحجارة. طيب زينب، الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، ولد في عام الايه؟ عام الفيل. الفيل. الرسول ولد يوم الايه؟ يوم الايه؟ الاثنين. يوم الاثنين. يوم الايه يا زينب؟ اثنين. يوم الايه؟ اثنين. احنا عرفنا ابو الرسول شو اسمه يا زينب؟ عبد المطلب. عبد الله. ابوه اسمه ايه؟ عبد المطلب. عبد الله. عبد الله. جده؟ عبد المطلب. شطورة. امه؟ آمنة بنت وهب. وأمه اسمها إيه؟ آمنة بنت وهب. اسم أمه اسمها إيه؟ آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم شاف أبوه ولعب مع أبوه كده يا زينب وهو صغير؟ لا. شنو صار يا زينب؟ أبوه شنو؟ مات. أبوه مات. أمه. شطورة، حلو. أم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولدته يا زينب حصل معجزات كثيرة يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أنها أطفأت نار المجوس، أطفأت نار كسرى، كل الأصنام انكبت على وجوهها. كل الأصنام شنو؟ انكبت على وجوهها. انكبت على وجوهها، وهذا يدل على بداية عهد جديد، عهد النبوة بالرسول صلى الله عليه برسول ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. من المرضعة؟ حليمة السعدية. السعدية. حليمة شنو؟ حليمة السعدية. من هي مرضعة الرسول؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية. طيب مين هو جده اللي تكفل به زينب؟ جده؟ لا جده عبد المطلب. جده شو اسمه؟ عبد المطلب. جد الرسول اسمه يا زينب؟ عبد المطلب. هو الذي تكفل به بعد موت أمه. أمه ماتت وهو عنده كم سنة؟ ست سنوات. أمه ماتت وهو عمره كم سنة زينب؟ ست سنوات. مين اللي تكفل برعايته؟ عبد المطلب. شطورة، جده عبد المطلب، فكان يفضله على باقي أحفاده لأنه يتيم. لأنه يتيم، يعني إيه يتيم؟ يعني أبوه مات وغنم لأهل مكة،
وعمل أيضا عندما كبر وصار شابا عمل بالتجارة. ماذا عمل يا زينب؟ عمل بالتجارة. وكان الجميع يشهد على أمانته، وكان كل الناس تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا. كان شنو يا زينب؟ أمينا. أي حيث لقب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين. بما لقب الرسول؟ بالصادق الأمين. بما لقب الرسول؟ بالصادق الأمين. الصادق الأمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصل صيته ووصلت أخباره إلى السيدة خديجة. وكانت السيدة خديجة هذه هي زينب بنت خويلد التي كانت تبحث عن شاب ذو سمعة طيبة ليعمل في تجارتها. كانت هي تبحث عن شاب ليعمل في تجارتها. فسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غلامها ميسرة. غلامها شو اسمه؟ من ميسرة. ميسرة غلامها.